السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، هذه تحية متجددة لحضراتكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا ومنبر الناس. منبرنا اليوم جاء من الغرب الأمريكي، نسعد بالحوار معه والحديث إليه عن أحوال المسلمين في أمريكا، عن بعض القضايا والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، عن فكرة يعني تسليح الداعية بالأدوات الحديثة في العصر، بالفضاء الإلكتروني، بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من القضايا يسعدنا أن نتحاور يعني فيها مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور بلال الحلاق، الأمين العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. فضيلة الشيخ بلال، برحب بفضيلتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. يعني في البداية أسأل عن أحوال المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، في كاليفورنيا خاصة، يعني كيف؟ الحقيقة نحن يعني في تلك البلاد دائما على تواصل مع مصر. نعم. وأنا ليست للمرة الأولى أحضر، يعني في كل سنة أحضر إلى مصر مرتين. نعم. وفي كل مرة نجد إن شاء الله من الوجوه الطيبين وأهل الخير، فهذا مما يجعل جسور من الخير بين هنا وهناك، وننقل هذه الصورة إلى الجاليات الإسلامية. تعرف في بلاد الاغتراب اللون ليس لونا واحدا واللسان ليس لسانا واحدا. صحيح. فهناك عدة شعوب ونحو ذلك، فننقل لهم الصورة بحيث يكونون على تواصل مع إخوانهم في مصر. في تعاون مع المؤسسات الدينية في مصر بشأن إفاد بعض العلماء، أيضا إذا كان هناك بعض المفتين من الولايات المتحدة الأمريكية يأتون للدراسة في مصر، شكل التعاون يعني فضلت الشيخ بلال؟ في تعاون بين إدارة الأزهر الشريف وبين بعض المؤسسات اللي هناك، لا سيما في رمضان، بالغالب في رمضان يوفد إلينا أئمة وقراء ليأموا الناس في صلاة التراويح. هذا صار شيء يعني معروف في أمريكا الشمالية، أنهم يأتون من عدة نواحي ومن عدة تحت إشراف الأزهر، فهذا أيضا يجعل تواصل بين الشعوب اللي هناك وهذه البلد الطيبة. هل الاندماج أصبح كامل للأجيال المختلفة من المسلمين في الغرب، تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ فكرة الانتماء للوطن الذي وفر لهم أيضا حاضنة، الحضارة الإسلامية، يعني حدثنا عن هذه الأمور فضيلة الدكتور بلال. الانتماء للأوطان، يعني بالغالب الناس التي هاجرت إلى هناك ما رجعت، سواء كان من مصر أو من غيرها، يعني بيجوا زيارات، لكن الأولاد أول جيل والجيل الثاني والجيل الثالث، يعني الانتماء ليس بمستوى الشخص الذي تربى في هذه البلاد، لأنه يندمج مع الناس هناك ويبقى له بعض الكالتشر، بعض العادات اللي هي ما متعلقة بالطعام أو باللغة أو نحو ذلك، فقط هذا الذي يبقى له، وجيل عن جيل يعني هذا يضعف. لذلك كان لنا دور أو دور المؤسسات الإسلامية هناك تثبيت اللغة العربية في هذه الجاليات، تثبيت القيم الدينية والمعلومات الأساسية في الدين. يعني اليوم الأولاد المسلمين هناك أحوج ما يحتاجون إليه أن يعرفوا حقيقة الإسلام والدين وجوهر هذا الدين والعقيدة الصحيحة، لأنهم بين تيارات كثيرة هناك وبين طوائف مختلفة ونحو ذلك، وهذا واجب علينا نحن أن ننشر هذا الأمر، لأنه إن لم نفعل ذلك يدخل أهل الشر وأهل الفساد وأهل التطرف. يعني اليوم قد تستغرب أنه بعض الذين تربوا في بلاد الغرب سافروا إلى داعش، سافروا إلى إلى ظاهرة غريبة جدا، إلى فرق منحرفة متطرفة دينيا. هذا كله بسبب التواصل الاجتماعي السيء، وما زلنا نتكلم كيف تكون ضوابط هذا الأمر. الناس الذين فعلوا هذا الفعل ما سافروا بأنفسهم إلى الغرب، إنما دخلوا البيوت ودخلوا العقول من خلال هذا الفضاء، من خلال هذه المساحة الفضائية التي تخلى عنها كثير من الدعاة وتركوها إما لأصحاب الرذيلة أو لأصحاب التطرف، وشغلوا مساحة ضيقة منها، وهذه المساحة الضيقة حتى التي شغلت ليست مضبوطة، فيها الغث وفيها السمين، فيها كل من يدلي بدلوه،
كذلك هذه فيها مخاطر، لأنها كل إنسان يجلس في بيته ويفتي، وكل إنسان يجلس في بيته ويدرس، وقد يكون أهل وقد يكون هو عنده فكر ليس سليم. لذلك يعني كان دور هذه المؤسسات في بلاد الاغتراب مهم، وأهم فيه تثبيت العقيدة الصحيحة التي تعلمناها من الأزهر ومن المدارس العريقة الزيتونة وكل مدارس المسلمين العريقة التي موثوق فيها، التي هي على مرور مئات السنين خرجت علماء وأجيال ولم يظهر منهم ما رأينا وما سمعنا في هذه الأيام. صحيح. فهذا دور كثير من المؤسسات هناك المخلصة، تثبيت العقيدة الصحيحة، لأن الولد هناك ينشأ يعني بين عائلة مسلمة لكن مجتمع متغير، ثقافة عنده مختلفة. كل شيء إلا المعلومات الدينية قد تكون قليلة. ما الذي تفعلوه لتحصين هؤلاء الشباب أو الأطفال أو هذا الجيل فضيلة الشيخ بلال، ونقدم له أيضا الإسلام الوسطي المعتدل السمح؟ يعني الخطاب في بلاد الغرب أو في بلاد غير المسلمين يختلف تماما عن الخطاب في بلاد صحيح. المسلمين صحيح. اليوم الخطيب في مصر لما يعتلي المنبر كل الذين في المسجد عرب ومصريون أو ما شبه ذلك، فالخطاب يكون سهل ويكون يعني في نوع معين من الأشياء. أما هناك الخطاب يعتمد بالأساس على العقيدة الإسلامية، لأن كثير من أولاد المسلمين هناك ما يعرفون ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ممكن يرددونها، ممكن يرددون آيات من القرآن، لكن لا يفقهون ماذا تعني هذه العقيدة. وبانخراطهم مع أناس ليسوا من دينهم قد تتسرب إليهم شبهات خطيرة. لذلك نحن أول ما نركز عليه في أولاد المسلمين تعليمهم هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعناها الدقيق، ومعناها الدقيق أنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الموجود الذي لا يشبه الموجودات، وهو الذي كان قبل كل شيء وأوجد كل شيء. يعني مثل هذه المعلومات مفيدة جدا باللغة الإنجليزية، تعرف يعني هناك، أو اللغة الإسبانية، لأنه في بلاد التي نحن فيها اللغة الثانية إسبانيول اللي هي الإسبانية. فالخطاب الديني يختلف، يعني أنا لما أعتلي المنبر في أمريكا أحيانا أرقب في المصلى على معرفة أكثر من 20 جنسية يصلون هنا. لما يعني وإيه القضايا الحياتية اللي بتتكلم فيها فضيلة الشيخ بلال؟ القضايا الحياتية هذه يعني هناك أيضا يعني أمور مهمة تطرق على المجتمعات المسلمة، غالبها غالب بالغالب تكون بعد الكلام على العقيدة في الأمور التي سمعناها بالآونة الأخيرة الآن، مسألة المثليين والانحراف والشذوذ ونحو ذلك. هذه يعني نحن لنا عندنا مسؤولية شرعية، لابد أن نثقف، لابد أن نوجه، لابد أن نذكر ما هو الصحيح. لا ينبغي أن نترك الأمر أنه أولاد المسلمين أو العائلات المسلمة التي هي هناك عيال على المراكز الإسلامية، يعني نحن نسموه هناك مركز إسلامي. مركز إسلامي، مركز إسلامي هو عبارة عن يكون عن مسجد أو مصلى ومعه مدرسة ومعه كل ما يحتاجه المسلمون، يعني أحيانا حتى مغسل للأموات ومكان للتعزية، لأنه المراكز هذه الإسلامية في بلاد الغرب مجتمع هي مثل السفارات للمسلمين، يلجؤون إليها في كل شيء. إذا أراد الزواج يذهب إلى المركز، إذا أراد الطلاق يذهب إلى المركز، إذا مات عنده قريب، حتى بعضهم إذا أراد المال أو الطعام في رمضان صحيح. يأتي إلى المركز. فهناك العمل يعني مش مقتصر على الخمس صلوات ولا على صلاة الجمعة، لأن كثير من الناس يوم الجمعة يكون عندهم أشغال، فعندنا يوم السبت نحن والأحد أجاز. نشاطات إسلامية كبيرة لأن الناس يكونون في عندهم عطلة. نعم. حديث فضلتك عن فكرة أهل الشر الذين يشغلون الفضاء الإلكتروني واستطاعوا تجنيد العديد من الشباب بما فيهم حتى شباب مسلم من الغرب صحيح. يعني هل يستلزم أن نسلح الداعية الآن بأدوات مختلفة؟ ما هي الأدوات التي ينبغي على الداعية الإسلامي
أن يتحلى بها فضيلة الشيخ بلال؟ الداعية الحديث لابد أن يكون متمكن، إما هو أو بين يديه من يجيد ويتقن هذه الأمور. نعم. وإلا صوته سيبقى في المسجد. اليوم أنا إذا خطبت الجمعة يسمع 100، صحيح، مهما كان صوتي جهوري، مهما كان في ميكروفونات بيسمعوا الجالسين. أما إذا تمكنت من منصات هذه الإلكترونية قد يسمع الملايين، وقد يسمع مئات الآلاف، صحيح، وفي مساحات واسعة جدا. لذلك يعني ينبغي أن نكثف هذا الأمر، لكن كما قلت بضوابط وبرقابة وبأناس ثقات، ليس أي كان يعني يعمل برنامج ديني ويطلع على الناس ويقول حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، وأحيانا يكفر، يا هذا كافر، هذا إلى النار، هذا إلى الجنة. فهذا أحدث فوضى بين كثير من المسلمين، وأحدث فوضى بين كثير من البيوتات، صار في اضطرابات. يعني تصور أنه في تلك البلاد صار بعض الأولاد يكفرون أباءهم، حاشا الله، نعم، لأمور تطرف وتعرض فكري، وتعرض لعملية غسيل مخ وتطرف فكري، يعني ووقع أسيرا. يعني حقيقة أهل الرذيلة وأهل التطرف سبقونا إلى هذا بكثير، صحيح، لأنه كما تعرف هذا الإلكترونيات أو الإنترنت بالتخصيص يعني شأنه مثل السكين، صحيح، ممكن أن تستخدمها بالخير وتقطيع الطعام، ممكن أن يؤذي بها شخص، صحيح، وهكذا إذا ترك الإنترنت من غير رقيب ممكن أن يؤذي. واليوم الإيذاء يبدأ من سن الطفولة، صحيح، خصوصا الأولاد يقعوا أسرى لهذا الأمر. نعم. الأمر يحتاج إلى ضبط وجهد. يعني خليني يعني أستأذن فضلتك فضلة الدكتور بلال في فاصل سريع. نعم. نعود بعدها لاستكمال هذه الحلقة من برنامجنا منبر الناس مشاهدينا الكرام، مع الدكتور بلال الحلاق الأمين العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. ابقوا معنا. أرحب بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام في منبر الناس، وبضيفنا الكريم فضيلة العلامة الدكتور بلال الحلاق الأمين العام لدار الفتوى بكاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم. تعيشون في عالم يصفونه بأنه عالم هجرة أو عالم مهاجرين، وبالتالي في تنوع عرقي كما أوضحت فضيلتك. كيف نربي أبنائنا على أدب الاختلاف في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أولا الانتماء للوطن الذين يعيشون فيه ويخدمون فيه والذي احتضنهم، وهذه هي حضارة الإسلام، ثم فكرة التعايش مع الآخرين. وإذا ما كان هناك نوع من لا أسميها اضطهاد أو عنصرية، ولكن ربما نوع من عدم الفهم الصحيح للإسلام والمسلمين، كيف يتم التعاطي مع مثل هذه الأمور؟ الحقيقة هناك أكثر ما يقض مضاجع الأهل ويؤرقهم أمر تربية الأولاد. لذلك قد تجد كثير من العائلات عندها عمل وعندها أمورها متوفرة، لكن يحملون أولادهم وأحيانا يفرون بهم إلى بعض البلاد. لماذا؟ لأن فكرة أو أمر تربية الأولاد في تلك البلاد ليس سهل، لأنهم يندمجون مع مجتمعات غريبة عجيبة، وتحصينهم ليس بالأمر السهل. لذلك الشخص الذي يريد لأولاده أن يكونوا يعني أهل خير لابد أن يتعب عليهم، يتعب عليهم. نحن كمسلمين ممكن أن نعيش مع أي إنسان، لكن كما هو له ضوابطه وله خطوط حمر في أموره، لا ينبغي نحن أن نخلع ثوبنا لأجله. كمان نحن عندنا ضوابطنا وعندنا ديننا وعندنا عقائدنا وعندنا خطوط حمر في ديننا. التعايش ليس معناه أن أخلع هويتي، التعايش ليس معناه أن أبدل ثوبي، لا. المسلمون على مر العصور عاشوا مع غيرهم، لكن بقي في مساحات خاصة في الدين لا يستطيع الإنسان يتخلى عنها، وإلا ما عاد ثوابت. فتربية الأولاد على مثل هذا أمر فيه خير عظيم. يعني أنا ممكن أن أقول لولدي أنه نحن ننتمي إلى الإسلام، الإسلام هو الدين كل الأنبياء، الإسلام هو جاء بالشريعة السمحاء، الإسلام معنى لا إله إلا الله. مقابل ذلك ليس معناه أن كل من يخالفنا، كل من يخالف هذا نفتح معه حرب، لا.
لكن لا نستطيع أن نكون مثله، وإلا لا، الله تعالى فصل بين الناس في القرآن. صحيح. تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة ودين الإسلام هذا في بلاد الغرب يحتاج جهد، لذلك نحن نعمل شيء نسميه ساتردي سكول، يعني المدرسة مدرسة يوم السبت. فالشخص اللي عنده أولاد مثلا يأخذ من الاثنين إلى الجمعة إلى المدرسة العادية، ثم يخصص يوم السبت اللي هو يوم العطلة أن يأتي بهم إلى المدارس التي تقام في المساجد والمراكز الإسلام. هذه المدارس طبعا لا تعطيهم المواد اللي هن بيخدوها في المدارس، تعطيهم فقط مادتين، اللغة العربية والعلوم الإسلامية. عظيم. فأحيانا يعني يحصل نتيجة فيها خير. عاملين مناهج مناسبة لهذا السن وبطريقة تعليمية ووسائل أكيد مشوقة؟ أكيد. يعني فضيلة الشيخ بلال، أكيد نعم، لأنه حتى في اللغة العربية هناك فرق ما بين إنسان ناطق باللغة العربية وإنسان لا ينطق باللغة العربية في تعليمه. يعني لو أخذت كتاب اللغة العربية لو في الصفوف الابتدائية من أي بلد، مصر أو غيره، إلى تلك البلاد ما يمشي. ما ينفعش، لأنه يكون مستوى أعلى بكثير أو طريقة التعلم. لكن هناك نوع معين، حتى صارت المؤسسات التربوية والمطابع تعنى بطباعة كتب يسمونها لغير الناطقين بالعربية، يعني تبدأ معهم يعني بأبجديات سهلة جدا جدا جدا. وطبعا هذا يراعى فيه أمر آخر، اختلاط وكثرة البلدان، يعني ممكن في مصر يكون في لهجة موجودة في الكتاب ما يفهموها هناك. صحيح صحيح. مفردات بتتختلف، اسم فاكهة مثلا معروفة بمصر بشيء، فما الراعي هناك أن تكون انترناشنال، يعني حتى لا نقع في مثل هذا. صحيح. إذن القضايا التي تواجه الدول الإسلامية أو المسلمين في الدول الإسلامية ليست عينها التي تواجه المسلمين أو الجاليات أو الأقليات في الدول الغربية، إلا أنه الإرهاب اكتوينا به كلنا. الكل اكتوى به، الكل اكتوينا بالإرهاب، و يعني عشرات من السنين من العمل حتى نصلح ما أفسدوه يمكن ما نستطيع، لأنه هذا الإرهاب الذي جاء باسم الدين من أخطر ما كان ومن أخطر ما يكون. أن يأتي الإرهاب باسم الدين وباسم المشيخ وباسم الإصلاح والقرآن ونحو والإسلام ذلك، والإسلام أبعد ما يكون. لذلك يعني أورثونا هؤلاء الإرهابيين، أورثونا حمل ثقيل لدرجة أن الثقة انعدم، يعني لا أقول انعدم، اهتزت الصورة، ما عادوا يأمنون الناس أنه لا قد ما يدرين أن هذا مثل غيره، هذا يتكلم مثل غيره. بعدين صارنا الإسلاموفوبيا ما زال تواجهوه في الغرب، مثل القنابل الموقوتة، يقول لك هذا ممكن يكون بس اسمه انفجر، يعني خوف. مسلم فالأمر بيبقى في نوع من القلق في التعامل. لذلك يعني ينبغي على القيادات الإسلامية والمراجع الإسلامية التي مثل الأزهر ونحو ذلك، هم فعلوا يعني الاهتمام بأمر تجفيف منابع هذا الإرهاب. صحيح. واللي هو يبدأ بالفتوى قبل السلاح وقبل المال وقبل الفتوى الخاطئة، الفتوى الشاذة، الفتوى التي فيها تكفير للمسلمين بغير حق، الفتوى التي فيها انحراف عن منهج القرآن والسنة. هذه من هنا تبدأ الانحراف، التطرف قبل أن يتطرف فعليا بتفجير ودم، تطرف فكري. تطرف فكري، تطرف والمواجهة فكري. لازم أن تكون فكرية، وهذا في كتب موجودة ومعروفة لهؤلاء، أخذوا عنها هؤلاء الذين فعلوا هذه الأمور، ما جابوا من عبث هذا الأمر، عندهم خلفيات، عندهم مشايخ، عندهم كتب. فالعمل الصحيح تجفيف منابع الفكر التطرفي، وإلا بعد مدة قد ينشأ أجيال أخرى على هذا الأمر. صحيح. إيه اللي بتعملوه لتصحيح هذه الصورة؟ وهل أنتوا قادرين ولا محتاجين مساعدة العالم الإسلامي فضيلة الشيخ؟ لا، نحن والعالم الإسلامي لن نستطيع أن يعني بسهولة أن نخلص من هذا الموضوع. صحيح. لأن الناس اللي ليسوا مسلمين أو الناس اللي حوالينا المسلمين ما عادوا يثقون في كثير من الأمور، إلا أنه طبعا بعض الجهود يعني والناس اللي هن معروف عنهم خلفياتهم الصحيحة وعلمهم الصحيح، ومثل المشايخ التي نعرف علماء الأزهر الشريف من مئات السنين، يعني فتحوا بلاد كثير من الدنيا ما ظهر منهم هذه الأمور، يدرسون الناس الفقه، يدرسون الناس التفسير، يدرسون الناس محاسن الأخلاق، يدرسون الناس العقيدة.
اللي هي أساس، ما ظهر منهم هذا تعليم الناس التكفير وتشبيه الله بخلقه والنسبة إلى الله أشياء لا يليق بها، ونسبة إلى الأنبياء أشياء لا تليق بهم، ما سمعنا من أحد منهم. فلو نرجع نحن إلى الأصل، هذه الجماعات أضرت الإسلام وصورته والمسلمين أبلغ الضرر. نعم، نحن يعني في بلاد الغرب اكتوينا بها قبلهم، لأن هناك الأخبار والميديا طبعا مضخمة وما يعرفون أن يفصلوا. يعني ممكن أنت لو شاهدت الأخبار في مصر تعرف تقول هذا من جماعة كذا، هذا من جماعة كذا، هؤلاء فكره متطرف لا يعبر عن الإسلام، هو مسلم، أي ملتحد يقول مثل أي إنسان، يعرف يعني ما يعرفون أن يفصلوا بين هذا وهذا. فنحتاج إلى جهد كبير. دار الإفتاء المصرية لديها مرصد لمتابعة الفتاوى. نعم، زرناه في المرة الماضية. وهذا وفكرة الفتوى نفسها تتغير بتغير الزمان والمكان. كيف يمكن توظيف الفتوى أو استخدامها للحفاظ على أمن المجتمعات حتى، فضيلة الدكتور بلال؟ يعني الفتوى تتبع يعني بهذا الموضوع أن يكون المفتي يخاف الله ولا يفتي بغير علم، لأنه نحن في ديننا هذا معروف أن الجرأة على الفتوى جرأة على النار. صحيح. وأن الفتوى بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. صحيح. يعني كبيرة، يعني ذنب ليس بالهين. فالشخص الذي يريد أن يفتي لابد أن يكون عنده ورع أولا، والأمر الثاني أن يتكلم بعلم لا بهوى. وكثير من الأسف من الذين ادعوا المشيخة والإفتاء كانوا يفتون لمصالح حزبهم أو جماعتهم فحرفوا كثير. لذلك اليوم لابد أن تكون مصادر الفتوى من مصدر موثوق ومن مصدر ثقة، لأن العلماء والفقهاء قالوا لا يجوز استفتاء غير الثقة. صحيح. يعني حتى لو إنسان عنده خلل في حياته، يعني بيرتكب بعض الذنوب الكبائر، لا يستفتى، لأن هذا أمانة وهذا تشريع، حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، وطلاق وغير طلاق. فلابد أن يكون هذا الشخص إنسان ورع. ونحن اليوم هذا فيه فوضى كبيرة، يعني تجد الناس في كل الأمور متمسكين بالضوابط. يعني إذا إنسان أراد أن يذهب إلى أي اختصاصي، دكتور أو صنايعي، يسأل عن الأحسن، يسأل عن ذو الخبرة. صحيح. يسأل عن الكفاءة، حتى لو أراد أن يصلح السيارة. بينما بموضوع الفتوى قد يسأل أي إنسان، حتى للأسف. اليوم المشهور عند الشباب والشابات أنه بيقولوا جوجلت، يعني بيسأل جوجل. حتى بعض الناس يسمونها شيخ جوجل. يظهر خطورة بقى التطبيقات اللي زي الذكاء الاصطناعي وخلافه، يعني على قصة الفتوى وربما يلجأ البعض إليها. يعني هذا خطر شديد. لأنه هذه عبارة أنها تجمع معلومات من أي كان، من أي شخص، قد يكون لا عدو تحققها ليست قد يكون من مصادر هذا الشخص ثقة. عدو للدين وأدخل هذه المعلومات، وهذا التطبيق جمع هذه المعلومات، فلذلك لا يؤمن لهذا أبدا. صحيح. لا يؤمن لهذا. لن يكون يوم من الأيام الذكاء الاصطناعي يحل محل المفتي، لأن المفتي بطريقة السائل يفهم أشياء. صحيح. ويفتيه على ما علم وعلى ما يرضي الله عز وجل، مش أنه يكيل له بمكيال مثل ما هو. لذلك الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحالة نفسها. يعني نعم. ممكن نفس ممكن نصل نفس إلى روبرت يقدم قهوة، ممكن نصل إلى الذكاء الاصطناعي يعمل سيارة من غير سائق، لكن أن نصل إلى بالذكاء الاصطناعي إلى مفتي أو إلى إمام جامع أو هذا شيء، يعني لن يكون إلى يوم القيامة، لأنه لا بد له هذا من أمور. صحيح. تختلف عن اللي هن بيتكلموا فيه. لا فضة فوق فضلت الشيخ، بارك الله فيكم. أنا سعدت بلقائكم إن شاء الله تعالى بهذه الإطلالة. نأتي كل سنة ونلقاكم على خير، وتبقى هذه البلد فيها الخير وفيها بركة. مصر تجمع أهل الخير وتجمع الطيبين، يعني الأحياء والأموات فيها من أهل العلم يشهدون على أن هذه البلد بلد خير وبلد علم وبلد نفع. وما تفعله وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وما هم يعني قائمون عليه من جمع عدد كبير من الدعاة وأهل العلم لتبادل الأفكار وللتناصح فيما بينهم، هذا خير كبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير إن شاء الله. شكرا لكم أسعدتنا وشرفتنا العاملين الذين تعبوا معنا. شكرا جزيلا.
اطلاقا. اهلا نتشرف بكم لو تاتون الينا كمان يعني ان شاء الله هذه دعوه على الهواء. ربنا يبارك فضلك. نسعد طبعا بيكم. نسعد يعني. شكرا لكم فضيله الدكتور بلال الحلاق الامين العام لدار الفتوى بولايه كاليفورنيا في الولايات المتحده الامريكيه. مشاهدينا الكرام كان منبرنا في منبر الناس هذه الليلة، نشكره شكرا جزيلا، الشكر لفضيلته ولحضراتكم أيضا، ونلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا منبر الناس. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.